اهلا على بركه الله مشاهدينا الاوفياء مشاهدين شوف تي في اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مره اخرى في هذا البث المباشر من هنا من مقاطعه انفا داخل قاعه الاجتماعات بمجلس مقاطعه انفا. اذا دوره عاديه هذا اليوم لكن فيها نقطة ربما اللي تقدر تثير الجدل، هي شركة التنمية المحلية خلال هذه الدورة غيتم المناقشة ديالها مع الأعضاء ديال المجلس، لأن أكيد غادي نبقاو مع الكلمة الافتتاحية اللي غادي تكون لرئيس مقاطعة أنفا. غادي نعطيكم كل كبيرة وكل صغيرة خلال هذه الدورة، أذكر مرة أخرى بأنها دورة عادية تقريبا كل اعضاء المجلس حاضرين باستثناء ربما ثلاثه او اربعه ديال الاعضاء كما اظن. كذلك حضور السيد الباشا لأجل إنجاز ملاعب رياضية لسحب الطرق في العمر.
النقطة الثالثة في المصادقة على مقترح حسنية بعض الشوارع والأرصفة المتواجدة في تراب المقاطعة، وبالتالي النقطتين المناقضتين بناء على القانون وبرسالة السيد الأمين وهو رابع دراسة وانتقاد لهذه الضروريات من المناطق والمقاية الصحية استعدادا للعلاقة والموالية هي الخامسة، والدراسة واتخاذ تدابير لازمة لترشيد استهلاك الماء والكهرباء في إدارة المقاطعة والمرافق السابعة لها، وبذلك يكون جميع منا على هذا الشكل. وقبل البداية وفي إطار القانون التقرير الإخباري بين الدورتين، تطبيقا للمقتضيات المدني من القانون سنتيمتر رقم 14/2013 متعلق بالجماعات، أعرف أن مسامعكم جرا لأهم الأشغال الممتازة والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية التي شهدت على المقاطعة خلال الفترة الممتدة ما بين الثورة السابقة وهذه الثورة والتي من إجمالها كما يلي: مجال الأشغال بخصوص أشغال التنصيب والتجديد والتوظيف والموقف رقم 5/2023 فقد أمت الأماكن التالية: بيئة ومنطقة زنقة أنقى الرقية وزنقة أبو عبدالله المكودي، شارع سجن المقطع من زنقة عين أوسطاط إلى شارع بوربون على جهة الملحقة الإدارية الثانية 12، شارع سيد الناس المقطع من شارع المحمدي إلى زنقة باب إدران، تهيئة الملجأ نحو شارع دكتور من منطقة المصنعاني إلى شارع غربون، تهيئة منقذ باب الرجاء من الجهتين. وبخصوص هذا كان بخصوص صفقة 5/2023، أما صفقة رقم 3/2023 ومتعلقة بالأشغال الصيانة والتعبيد، وقد تمت بها تهيئة وتعبيد منع العمر تعبيد زنقة باب شارع من شارع أحمد الشمسي إلى شارع مصطفى المذكور، تعبيد منطقة شارع ياريز وشارع سيد عبد الرحمن، تعبيد مقطع من زنقة الملاب وزنقة التنوم، تعبيد فارفا تجزئة يوسف من زنقة المرجان إلى زنقة حزامة، تعبيد ممر سامي شاد. أشغال صيانة، وكانت هناك عدة أشغال صيانة لو مستوى عدة شوارع ما بينها شارع إدريس الزاوي، شارع ياخوذي، شارع نبي مبركات، منطقة مهاني، منطقة طابق، شارع ياخوذي، شارع نيس، منطقة باب إفران، وشارع غورو. وبخصوص الثاني/2023 فقد تمت أشغال صيانة المرافق الصحية المتواجدة بمقر المقاطعة، كما تم الإقامة القيام بأشغال الصيانة والصباغة لجدران الأماكن التالية وهو المساعدة والقاصفة على مستوى شارع الكوبيس وشارع المدينة المكرمة والمناطق الساحية في المركز الثقافي أنفاس. هذا كان بما يخص الأشغال. أما الخدمات الاجتماعية تم تنظيم 3 عمليات تحسيسية صحية لتشمل عن داء السكري والسكر، إذا هم استفادة منها أكثر من 1500 مواطن، توزيع 3000 حقنة أنسولين و 7500 علبة دواء، محاربة حشرات وغيرها، ثم القيام ب9 عمليات بمحاربتها وجمع ما يلوح، وهذه ظاهرة لعدم مقاطعة التي يمكنك أن تغلب عليها في جمع 65. هذا من عدد الكلاب الضالة اللي كانت عندنا وطرق مراحل كبيرة بزاف، وكان في أثر على حالة استخدام المزودات بالمناطق السياحية. الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، أنشطة المركبة الثقافية، تدور المركبة الثقافية بالخدمة الثقافية والفنية للمشاركين عبر خلق طبقات الإبداع والتواصل في ميادين المسرح والموسيقى والفنون التشكيلية والكتابة، وذلك بتحفيز وتشجيع الإبداعات الأدبية والفنية وتنظيم ورشات ومعارض وتظاهرات ثقافية لتنشيط الحركة الفنية والثقافية، كما أنه يعتبر البطل الأمثل والمناسب للجمعيات النشيطة
وكان الهيئات العموميه في تراب المقاطعه لتنظيم انشطتها والاجتماعات ودورات تكوينيه وحفلات وصفحات لاطفال وامسيات فنيه وثقافيه لفعاليه الشباب والنساء وكذلك مهرجانات كمهرجان عيد الرابع المنظم من طرف جامعه حسن الثاني ومهرجان منظم من طرف جمعيه اصدقاء موسيقى بلا حدود ومهرجان الفلك بشويطاء المنظم من طرف جمعيه الخطوات والفضاء. الدورة 17 للمهرجان الدولي للمسرح والثقافة المنظم من طرف مؤسسة الفنون الحية وأنشطة مختلفة وموسيقية بالتالي عدد مسرحيات من المهرجان المركب وأنشطة المهرجان المركب 8 مسرحيات 20 حفل عنائي وفني أمسية شعرية 8 ندوات تدريبية ومحاضرات 3 توقيع على كتب معارض فنية 3 لقاء تربوي تواصلي وزيادة عن أنشطة القارة التي تنظمها إدارة المركب من خلال تقديم حصص قراءة أسبوعية من أجل تحفيز التلاميذ على استكشاف عالم القراءة وكذلك تقديم ورشات وأنشطة كما أن إدارة المركب ارتأت القيام وبالتالي مجلس المقاطعة بجلسات دعم لتلاميذ الصفوف النهائية قبل الامتحان. وهذه كانت سابقة أول سنة تمت العملية ديال الدعم قبل الامتحانات اللي يمكن بدات جزء منها والبكالوريا يمكن حرقت جانب امتحان من غدا إن شاء الله. وبالنسبة للأنشطة الخاصة بالمقاطعة فقد احتضن المركب خلال الفترة ما بين 25 مارس و 30 مارس 2024 رمضانيات أنقاط حتى شعار إشراقات قرآنية تضمنت أنشطة متعددة كانت كالتالي: ندوة دينية وليلة صوفية، معرض الخط، تكريم ليلة قرآنية، تكريم حافظات كتاب الله والمؤلفات، كذلك الأم والطفل كان محور هذا اللقاء، لقاء تواصلي مع المجتمع المدني، ليلة القراء والتتويج وعرض مسرحي. أنشطة المعهد الموسيقي حتى لا ننساها، مواكبة طلبة المعهد الموسيقي أنفال لإجراء امتحانات نصف الدورة للسنة الدراسية 2023-2024 خلال شهرين فبراير ومارس للمستويات العليا لجميع المواد الفنية في المعهد الموسيقي بالتقدير. بلغ عدد المرشحين هذه السنة 82 طالبا. بعدما أصبح المعهد يدرس المستويات العليا، وهذه لأول مرة أن المعهد يقوم يدرس المستويات العليا في الفن والموسيقى. ابتداء من السنة الدراسية تتبع ومواكبة عملية تأخر الأجور، هذا إشكالية اللي بغيت المجلس يعرفها بأنها إشكالية وكنحاولوا أننا نتغلبوا عليها، هو أن عملية ديال لأن إلى أخذنا على الطلبة تصدروا على من اللي كيقريها الطلبة حتى الأساتذة عندهم إشكاليات اليوم مع المجلس ديال أو ماشي الجماعة التربية وإنما مع مفوضات هذا العقاب هي كازا الخدمات أنه كاين إشكالية تأخر وصول الأساتذة وهذا كيعطي سلبا بالسير العادي ماشي غير المعهد ديال أنفو وإنما المعاهد كلها تطبيقها وهذا يضطر على النتائج